مساء الخير، انا دكتوره اسراء فوزي، استشاري امراض الجلديه في مستشفى وادي النيل ومستشفى الحوض مرسود. النهارده هنتكلم على مرض الاكزيما. الاكزيما من اكثر الامراض الجلديه الشائعه اللي بتضايق مجموعه كبيره جدا من العيانين. طبعا الاكزيما ممكن تكون فيها شويه عامل وراثي في العيانين اللي عندهم تحسس على الجلد، وممكن تكون نتيجه التعرض لعوامل خارجيه زي منظفات والتراب وحاجات كتيره قوي. طبعا بنلاحظ ان الاكزيما بتزيد اكتر في فصل الشتاء، لان في فصل الشتاء بيكون فيه جفاف في الجلد وبنقلل كميه الميه اللي بنشربها اللي بتاثر على البارير او البارير بتاع الجلد بتاعنا، فبيخلينا اكتر ان احنا معرضين ان احنا نكون اكزيما. عشان كده اهم حاجه لعلاج الاكزيما مرطبات الجلد باستمرار، زائد ان احنا نشرب كميه كبيره من الميه. هنعالج الاكزيما ازاي؟ على حسب الحاله عندي. اول حاجه لازم امنع سبب الاكزيما. لو كانت الاكزيما دي نتيجه تعرض لهدوم فيها الياف صناعيه لازم امنعها، وهدومي تكون قطن تماما. لو كانت نتيجه تعرض لحاجات مواد للتنظيف بستخدمها لازم على طول اكون لابسه جلافز واكون مرطبه جلدي قبل وبعد على طول ان انا ادخل المطبخ بتاعي، زائد الكريم المرطب بتاعي. ممكن نحتاج معاها كريمات موضعيه زي الكورتيزون، لكن من فضلكم مش فتره كتيره، لان الغالبيه بيروحوا للدكتور يكشفوا يكتب لهم كريم الكورتيزون، هم يستخدموه مع نفسهم فتره طويله، بعد كده كل ما يحسوا بشويه هرش، وده بيسبب مشاكل كبيره جدا في الجلد على المدى البعيد. فمن فضلكم اي كريمات هنستخدمها تكون تحت اشراف الطبيب، بنستخدمها لفتره معينه مع المضادات الحساسيه، وزي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج في الاكزيما.